مساء الخير على حضراتكم في كل مكان. من سنة 1996 وزارة التعليم العالي أنشأت كلية اسمها كلية العلوم التطبيقية، والتنسيق خلاها من كليات القمة لأن مجموعها بيبقى 97%. بعد 18 دفعة وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي قررت إلغاء العلوم الطبية وتغيير المسمى الوظيفي من أخصائي إلى مشرف بدون أي مقدمات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الطلاب اللي بيدرسوا 4 سنين وسنة امتياز عشان يحصلوا على لقب أخصائي ويقدروا يشتغلوا في مجالهم خلاص بح، تم إلغاء اللقب ده بعد ما درسوا 4 سنين أو 5 سنين. يعني مش هيكون لهم فرص عمل تاني بنفس الأول. والطلبة اللي نققت عينيها حوالي 5 سنين خلاص راح تعبها على الفاضي. طبعا طمس الهوية العلمية سببت لهم إحباط فظيع، والأهل اللي تعبوا علشان يدفعوا لهم فلوس ومصاريف لمدة 5 سنين برضو راح فين؟ راح على الفاضي. طب هل قرار الوزارة أو قرار وزارة التعليم العالي مبني على أساس إن هو يبقى بالسرعة دي؟ طيب لو هو مبني على أساس أو السرعة دي اللي مش عارفة لها مبرر ان هم يلغوا الكلية، طب ليه كانوا بياخدوا 600 جنيه من كل طالب ساعة التنسيق علشان يقدم في الكلية؟ طب راحت فين الفلوس دي؟ وطالما ناويين تلغوا الكلية ليه بتاخدوا فلوس من الناس؟ النهاردة متفق مع حضراتكم وانا على وعدي اننا النهاردة الحلقة مخصصة للرسائل اللي بتجيلي على صفحة البرنامج، وهنحلها النهاردة مع بعض. جاتلي يعني مش عايزة يعني مش عارفة اعد لكم يعني من 8 ل 10 آلاف رسالة من طلبة كلية علوم طبية بيطلبوا فيها او بيستغيثوا ان هم هيتم الغاء المسمى الوظيفي بتاعهم اللي هم تعبوا 5 سنين فيه عشان يوصلوا ليه، وان الكلية وان الوزارة لغت الكلية. فطبعا كان لازم يكون في استجابة زي ما عودناكم من البرنامج، كان استجابة سريعة لاخواتنا واولادنا في كلية العلوم الطبية. هنشوف طبعا مع بعض بعد شوية لما روحنا هناك وقعد نتكلم معاهم، وهنفتح الموضوع النهاردة، وهيكون معانا بعد ما نشوف التقرير مع بعض هيكون معانا نقيب العلوم الطبية وبعض الطلبة والخريجين هنسمعهم، وبعد ما نسمعهم هيكون معانا عضو مجلس النقابة الأطباء دكتورة منى مينا. عايزة افكر حضراتكم بس ان هنقسمها ازاي عشان محدش يزعل مني، وانا تعرفوا ان انا فاكراكم كويس. المشكلة عشان هم طلبة كتير ودي مشكلة كبيرة فعلا، فهناخد الجزء الاول ليهم والجزء التاني للرسائل الباقية انا محضراها وهجاوب عليها، ومش همشي النهاردة الا ما اجاوب على حضراتكم. فكل واحد بعت لي مشكلة موجودة عندي ويستناني. خلينا بس الاول دلوقتي نفتكر الاسبوع اللي فات لما جات لنا استغاثة من المستشفى كان اسمه محمود او معتقد سالم، عايزين نشوف الفيديو ونعرف ايه اللي حصل فيه، هل استجابوا المسؤولين ولا لا. نفكركم الاول بالحلقة اللي فاتت. دكتور محمد حبيب كان هو الدكتور محمد حبيب ابو هاي وابن وشقيقي وجابيه بس بقى طويل وجابها بأسبوع قريته إيكيه وجابها بأسبوع تاني دخلوا الاستكشاف في استكشاف داخل جامعة عملية حسوة يعني فيها دوت كله. فين يا أحمد ربنا؟ فين يا أحمد ربنا؟ أنا ما كنتش بشتكي من حاجة، ما كنتش بشتكي من حاجة، وقلت مش هتش قادر نوقف عليكي، ما هتش قادر نوقف عليكي.
عاوزينك معانا، ارحمينا ويحاجينا، فايناش يا انت وربنا، يا انت البيت ما عندوش يجين ياكل، ما تسيبيش حاج وحاج عيالي، عشان انت يا ست حاج، ربنا يوم القيامة مش عايز يسيب حاج، ربنا يوم القيامة بيحكم بيعدي، هو يعادي، يعادي يوم القيامة، أنا عاوز يعدي بقى في الأرض. زي ما في عندي في السماء انا عاوز اعدي في الارض، زي ما وصلني غير تتهيالي فيها، مين عيوب يا ياي ومين عيوب يا ياي ومين عيسي بعيد، مين عيوزي بنتي ومين عيب يفني ومين عيسي ومين ومين يا عيب يا ياي، كان نفسي كان نفسي عيالي تعيبوا تعيب عيب، وكان نفسي عيالي تعيبوا تعيب كويس، ما تبعدوش ما دايرين تبعدتيها ايه هيتعيبوا ايه؟ هيتعيبوا يشتغلوا بابويا ومعهم عندهم 10 سنين عشان خاطر يسيبوا عيني. اللي انا وصلت له. عشان خاطر يسيبوا عيني وبعد كده يسووا يعني وصيتهم. والدنيا نفسي كره هي كره، كرهتي مطلوب في الخلاط والفقير مش ياجي ياكل. وهي كان بيدوس عليه بيسمته. معانا مكالمة يا جماعة عشان نطمن هل استجابوا المسؤولين ولا لأ. معانا الإعلامية نجوى الجرداوي. ألو ألو، أهلا يا فندم. أهلا مستر، على حضرتك وعلى فريق أعداد كل فصل وشكتير. أهلا بيك، إيه أخبار سامي، هل استجابوا؟ الحمد لله بصراحة، يعني اتنع الفقدة خاصة والعلاج انتظم دلوقتي، وسعد وكيل النيابة أثبت له حقه في محضر رسمي، واستأهلت النيابة العامة لسالم وأخذت أقواله ان هل انت كنت بتعاني من ايه، واللي قاله كله سالم اتسجل في محضر رسمي، وما زال احنا في انتظار الطب الشرعي اللي هتنتدبه النيابه العامه لحاله حنان وحاله سالم طبعا، خدت بال حضرتك؟ طيب. واما بالنسبه لحنان سياده المحافظ صرفت لها 4000 جنيه كعلاج، والدكتور علاء عثمان وكيل اداره الصحه هتفضل مشكورا، بعت لها لجنه خاصه لحد البيت يثبت ان هي فعلا المستشفى طردتها. طيب تمام الحمد لله تمام. سجل ده في محضر رسمي وامن الفريق الطبي بالعمل اللازم وعمل الصديد اللي في رجل حنان، خدت بال حضرتك؟ وبعدين ما زال تجاهل برضه من المستشفى العام بالنسبه لحنان. ماشي شكرا ليكي. الحمد لله الحمد لله على الاستجابه، كويس ان هم استجابوا. شكرا ليكي الاعلاميه نجوى الجرجاوي. هنشوف مع بعض التقرير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. عندنا النهارده اتفاجئنا الصبح بقرار ان هو تم تحويل كليات العلوم الطبيه الى كليات علوم صحيه. اتفاجئنا ان القرار ده موجود من شهر 5، وشهر 5 ده المفروض ان هو كان تحويل جامعه ميرت اللي هي فيها كليه علوم طبيه الى كليه علوم صحيه. اتفاجئنا النهارده ان القرار ده اتطبق على كل الكليات من في السر، المفروض ان في اجتماع تبع مجلس نقابه الاطباء ان احنا نقعد فيه ونقابه الاطباء تقعد فيه بحيث ان احنا نوصل كلنا لحل لراضي الجميع. النهارده احنا اتفاجئنا ان الاجتماع ده ما حصلش اصلا. تمام. طلع القرار ده في السر من ورانا وزير التربيه والتعليم، يعني اي حاجه منساك وراهم جدا. وزاره التربيه والتعليم العالي ما فيش يعني ما فيش اي تخاذل بينا خالص، كل واحد يتكلم كلمه مع نقابه الاطباء هم بيطلعوا، ما فيش اي حد مننا نتكلم عننا ان هو يتكلم عن القرار. الكليه اصلا موجوده من كليه 96، يعني المفروض في قرارات مطبقه علينا من اول ما ظهرت الكليه. فطبعا الوزير اصلا غير، يعني نقابه الاطباء بتعمل كل مساعدتها ان هي تحصل اللي هو حاجات احنا مش موجودين اصلا، واحنا اساسا موجودين في الكليه يعني من زمان جدا، واصلا كده كان عاملين مشاكل برضو بسبب كليات علاج طبيعي، وهم عايزين يمسكوا كل حاجه موجوده اساسا في مصر. فطبعا الكليه اساسا فيها حاجات ممكن تساعد بعد كده في المستقبل. حضرتك احنا المفروض ان احنا داخلين الكليه دي اللي هي اسمها علوم طبيه تطبيقيه، احنا مقدمين اصلا يوم ما جيت اقدم كليه اسمها علوم طبيه تطبيقيه، اللائحه بتاعتها بتخرج اخصائي فرع التخصص. دراستنا يعني ايه؟ انا اللي بيدرسوا لنا ستاف التدريس اللي عندنا في الجامعه اطباء، عارفين المحتوى العلمي بتاعنا، ناس بتحترمنا جدا، ناس بتقدرنا، ناس بتشجعنا. يعني اتفاجئنا من اطباء ان الكليه بيغيروها، بيغيروا اسمها، عاوزين يغيروا اسمها، عشان احنا ليه بنتخرج بعد 5 سنين اخصائي بلقب اخصائي، هم يعني بيدرسوا، احنا بندرس الدراسه بتاعتنا دراسه تخصصيه، يعني انا مختبرات طبيه بدرس ال4 سنين
دراستي في المختبرات، كذلك اشعه بدرس الاربع سنين اشعه، انما الطبيب بدرس السبع سنين جنرال. دخلت الكليه على اساس انها كليه علوم طبيه تطبيقيه، وكل دراستنا دراسه طبيه تمام. اتفاجئنا النهارده ان في قرار صدر بان الكليه اتغيرت من جامعه من كليه علوم طبيه تطبيقيه الى كليه العلوم الصحيه. القرار ده كان من المفترض انه يطبق على كليه جامعه ميرت، واتفاجئنا النهارده ان هو طبق على جميع الجامعات تمام. وكمان المجلس الاعلى للجامعات قال انه الطلاب اللي بيدرسوا المقيدين في الكليه والخريجين بيتخرجوا على اساس اخصائيين وبيشتغلوا على انهم اخصائيين. اولا انا بشكر فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوره بالمنظومه الصحيه والتعليم، وهو كل اجتماعاته وكل مؤتمراته كان بيبدا بتطوير التنظيم المنظومه الصحيه والتعليم. ونشكر ايضا الذي بذل جهد رائع الذي في عهده انشا كليه العلوم الطبيه التطبيقيه سنه 2014، وكليه العلوم التطبيقيه هي منشاه من سنه 1996 في الجامعات الخاصه، ولكن كانت لسه مستحدثه في الجامعات الحكوميه. وايضا في جامعه بني سويف وجامعه المنوفيه كليات حكوميه، الكليه بتاخد من 97%. حضرتك دلوقتي كل الطلبه المتواجدين عليها داخلين بان هم يطلعوا اخصائي في فرع التخصص وليس طبيب. كليه اسمها كليه علوم طبيه تطبيقيه، انشئت في جامعه 6 اكتوبر تمام عام 1996 تمام، بمسمى كليه العلوم الطبيه مش صحيه بقى ولا اي حاجه ثانيه تمام. قعدنا من 96 لحد 2014 قرار المسميات بناء على سنتين دراسه من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللي خرج بقرار 93 اللي بينص على إن الناس دي فئة مستحدثة بناء على المناهج الدراسية اللي درسوها، المسمى بتاعهم أخصائي في فرع التخصص، اللي بطاقات الوصف الوظيفية بتاعته بتقول إن هو يقدر يعمل 1 2 3 4. احنا جايين النهاردة من كل أنحاء الجمهورية من جميع المحافظات، كل الطلبة متجمعة النهاردة بنناشد كل القيادات، كل القيادات لازم تقفوا معانا، لازم تقفوا عشان أحلام أولادكم، احلام اولادنا اللي جايه من كل مكان. حضرتك احنا دلوقتي بيحطموا احلام اسر كامله. حضرتك لازما ان احنا نتخذ قرار في الكلام اللي بيحصل النهارده. حضرتك نقابه الاطباء بقت واطيه على جميع المؤسسات الحكوميه وجميع المؤسسات الخاصه في الدوله. ورجعنا لحضراتكم مرة تاني، ومعانا نقيب العلوم الطبية دكتور الأخصائي، بلاش دكتور عشان فيها مشكلة، الأخصائي مسعد حسن مسعد. أهلا بك. أهلا بيك يا فندم. ومعانا أخصائي مختبرات طبية أستاذ أحمد سامي عبد اللطيف. أهلا بك يا فندم. أهلا. في مشكلة كبيرة كده حصلت صح؟ قبل ما نبدأ وندخل في الكلام عايزة أعرف الأول، يعني ندخل على الأسئلة على طول، عايزة أعرف تعريف بسيط كده للكليات والمعاهد الطبية، يعني نوضح كده سريعا. تمام. هنتكلم عن كليات العلوم الطبية في مصر. تمام. دي كلية منشأة في مصر من سنة 96. أول جامعة أنشأتها كانت جامعة 6 أكتوبر، وكان الكونتينت بتاع الكلية دي جاي من أمريكا من بره. تمام. كان جايبها الأستاذ الدكتور طلعت ريحان بملفها بلايحتها بكل حاجة عشان تطبق هنا لتطوير المجال الصحي في مصر بوجود فئات زي دي، فئات متخصصة في المجال الطب التطبيقي أو الطب المساعد. تمام. ودي مجالات فن طبية متخصصة في مجالات المختبرات ومجالات الأشعة ومجالات التغذية والبصريات والمجالات اللي هي المساعدة للطبيب المعالج عشان يقدر يشخص للمريض المرض صح ويبدا يديله او يشخص له مرضه صح ويتصرف له العلاج بتاعه المناسب عشان نقدر نعالج المريض بطريقه كويسه. تمام. ايه الفرق بقى بين المسمى الوظيفي اللي هو اخصائي طبي ومسمى مشرف او اخصائي صحي؟ والله يا فندم بصي، احنا يعني الكلام اللي احنا بنسمعه هنا في مصر لاول مره بنسمعه في العالم. انا معايا هنا لحضرتك ملف بيتكون من 1000 ورقه تمام، جميع دول العالم اوروبيا وعربيا تمام، بتتكلم عن التدرجات الوظيفيه لخريج الكليات دي وخريج المجالات الثانيه. يعني مش احنا الوحيدين اللي بنشتغل في المجال ده، الاطباء بيشتغلوا واحنا بنشتغل وخريج كليات العلوم والفن الصحي كل ده بيشتغل في مجالات العلوم الطبيه. تمام. وله تدرجه الوظيفي ووصفه الوظيفي على حسب المؤهل اللي هو بياخده. تمام. وبناء عليه احنا اشتغلنا على الكلام ده باوراق ومستندات عرضناها على الجهات المختصه في الدوله اللي هي وزاره الصحه. وبدانا ان احنا ننشئ سجل جديد تمام يندرج فيه تمام الخريجين دول،
واسمهم يعني المجموعه النوعيه اللي انشات اسمها المجموعه النوعيه لوظائف العلوم الطبيه، تمام؟ عشان بس ننهي الخلاف اللي موجود وان هم يقولوا ان هم بيشتغلوا الطب البشري ومكان الطب البشري. احنا عمرنا ما امتحنا صفه الطبيب ولا عمرنا قلنا ان احنا اطباء، تمام؟ عشان خاطر الناس كلها تبقى واضحه للصوره. هم بيتكلموا دلوقتي وبيضللوا المسؤولين. مين اللي بيضللوا؟ نقابه الاطباء. نقابه الاطباء. اه يا فندم، لما انا اتكلم في يعني ثلاث خطابات او اربع خطابات يوجهوا لوزيره الصحه ووزير التعليم العالي كلها انتهاكات في حق العلوم الطبيه، يبقى احنا مش في دوله. طب الناس دي لازم، طب نقابه الاطباء هل ليها سلطه على موضوع كليه العلوم الطبيه؟ لا يا فندم، يعني دي حاجه ودي حاجه. ما لهاش اي سلطه. طب نقابه الاطباء سلطتها على خريجينها، خريجي كليات الطب البشري. امال ليه بتقول نقابه الاطباء؟ ما انا بقول لحضرتك لان هو ده اللي ظاهر. هي نقابه الاطباء شايفه ان هي واصيه على جميع المجال الطبي في مصر. من علوم طبيه وصيدله والعلاج الطبيعي وكله. اي حد متطور او بيطور في مجالاته وبيحاول ان هو يوصل بها للاحسن لازم يتحارب. ليه وعشان ايه؟ طبعا مش عايزين نخوض في حاجات ملهاش يعني لازمه. يعني نقابه الاطباء كان ليها دور في 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 القرار بتاع الوزير؟ طبعا كان ليها يد. طبعا يا فندم نقابه الاطباء من يوم ما بدانا ان احنا نشتغل على الكليات دي ونطور وجودهم في مصر وهي بتحاربنا. هذا يا فندم اول خطاب انبعت، وكان برضو شغالين في التضليل. كان مبعوث لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، تمام، المستشار محمد جميل، بيقولوا له ان الكليات دي المسمى اللي طلع من عندك مسمى خاطئ، وان الكليات دي ما هي الا معاهد عليا، يعني كمان بيضللوا المسؤول. طب نقابه الاطباء هتستفاد ايه من ده؟ ما هي مش عاوزاكي موجوده يا فندم. ليه؟ كده عشان السيطره على المجال. بمعنى مافيا معامل التحاليل ومافيا مراكز الاشعه، ويعني احنا مش كلام مفتوح في الكلام ده كتير. لو اتكلمنا عن الفساد اللي موجود في المجال الصحي في مصر يبقى احنا هنقعد نتكلم لسنه قدام عشان خاطر فئات معينه مسيطره على المجال. فاللي تعالى نبص على المستشفيات بندمرها، بندمر معامل التحاليل، بندمر مراكز الاشعه عشان خاطر احنا اللي بنبقى مسيطرين على المجال. سلاسل المعامل الكبيره والمجالات دي كلها احنا اللي مسيطر. مين اللي مسيطر عليها في مصر؟ ده غير ان هو كمان يعني انا عاوز اتكلم بقى كلام صريح وواضح، التراخيص بتاعتهم اللي بيأجروها يعني الفئات الاخرى عشان تشتغل بيها وهم مش موجودين في المعامل. وزي ما قلتها للمسؤولين بتوعهم قبل كده، تعالوا ننزل اي معمل تحليل عشوائي يرقصوا طبيب ونشوف هو فين من المعمل ده او مركز اشعه. الفنيين هم اللي شايلين الشغل، تمام، ويعني كمان متجاهلين دور الناس المتخصصه اللي هو احنا. ولما بنيجي ناخد حقوقنا وما بنيجي نتكلم في ان احنا عاوزين حقنا بنتحارب. طب في سؤال مهم كده عايز اساله، يعني هو دلوقتي الطبيب عشان يحصل على لقب اخصائي بيقعد يدرس 14 سنه، تمام، مش دي حقيقه؟ تمام بالظبط. انتوا من خمس سنين عايزين تحصلوا على لقب اخصائي؟ بص يا فندم، زي ما قلت لحضرتك اولا احنا مش يعني اللقب الاخصائي اللي حضرتك بتقول عليه مش عندنا بس، ده في جميع الدول العربيه والاوروبيه زي ما قلت لحضرتك وبالمستندات موجوده. تعالي بقى نتكلم على الطبيب اللي بيدرس 14 سنه زي ما هم بيقولوا. يعني هو بيدرس ايه في ال 14 سنه؟ اولا كليات الطب ست سنوات وسنه امتياز. تعال نتكلم في الست سنوات اللي بيدرسوا فيها، كل سنه بيدرسوا ثلاث مواد وفي كليات بتدرس اربع مواد فقط لا غير. بيدرس فيها الاناتومي، بيدرس فيها الفسيولوجي، بيدرس فيها المواد الاساسيه يا فندم للطب اللي تؤهله. استاذ مساعد، هل انتوا يعني خدت لقب اخصائي، هل انتوا ليكوا حق في التشخيص؟ يعني بتكشفوا؟ لا يا فندم خالص. وفي معمل عمرك حضرتك رحت معمل تحاليل لقيتيه بيكشف على حضرتك؟ عمرك رحتي مركز اشعه؟ انا بس عايز اوضح ليه. انا بوضح للمسؤولين يعني والناس وعامه الشعب اللي هم بيقولوا هيحصل لهم لغط من بتاع العلوم الطبيه او العلوم الصحيه زي ما هم قاعدين يرددوها عشان ما حدش يسالهم قانونيا، لان انا يعني اعرف يعني اعرف اقاضيهم كويس على المعلومات المغلوطه اللي هم بيعملوها، ولكن هم بيلعبوا بالالفاظ. فلازم الناس تعرف، عمرك يا فندم دخلت معمل تحاليل لقيت حد بيكشف عليك، لقيت طبيب بيكشف عليك؟ عمرك دخلت مركز اشعه لقيت طبيب بيكشف عليك؟ طيب خلينا نروح لاستاذ احمد سامي. من اخصائي المشرف بما انك في مجال العمل، تمام، في فرق؟ طبعا. ايه الفرق بقى؟ المشرف ده يعني دايما بيندرج تحت العمل الفني والاداري، ملوش علاقه بالعمل التخصصي، تمام. فانا راجل العالم كله بيقول ان الخريج ده اخصائي في فرع التخصص. نيجي احنا نشوه العالم كله، اللي احنا مع احترامي يعني للمنظومه الصحيه في مصر، احنا بنستورد منهم كل حاجه من العلم والتحركات بتاعتنا كلها. نيجي نرمي العالم كله في ورا البحر ونقول لا احنا هنعمل افتكاسات مع نفسنا. طب انتوا مشكلتكم في اللقب نفسه ولا في في في, في الوظيفه؟ يعني انا يعني لقب اخصائي ولا في التوظيف ولا في ايه؟ هو انا ما عنديش مشكله،
انا بالنسبه لي الوصف الوظيفي بتاعي كويس، هو ده اللي حقي عالميا وجوه مصر. دلوقتي القرار ما مش عليك خالص بما انك اتخرجت. بالظبط كده تمام. بطاقه الوصف الوظيفيه بتاعتي هو ده حقي. انا ما عنديش اعتراض عليه. المسمى الوظيفي بتاعي هو ده مسميه بره في دول الخليج. انا كنت مسافر الكويت وكنت شغال فيها بلقب اخصائي، فما اشتغلش في البلد الغريبه اخصائي واجي في بلد هنا يقول لي انت فني، مالهاش منطق. فني بمعنى ان ايه؟ لا تحضري دراسات عليا وانا معايا ماجستير يا فندم. يعني دراسات عليا دي حته مهمه جدا عايزاها. تمام. يعني دلوقتي هي بتكمل الدراسه، انت بتكملي ماجستير ودكتوراه، لكن مشرف بيقوم بنفس الوظائف اللي بتقوم بيقوم بيها الاخصائي، يطلع ريبورت ويكتب تقرير. يعني عشان كده انتوا بتبصوا للمسمى عشان اللي عايز يكمل المسمى ده هو اساس الكليه يا فندم. معلش، هو الطبيب لما بيتخرج بيبقى اسمه ايه في الاول؟ ممارس، لان هو ملوش تخصص. لما بيتخصص عشان يحضر دراسات عليا ويبتدي هو يمارس المهنه بتاعته. طب سريع كده، سريع سريع عشان وقت البرنامج. الاخصائي الطبي في اي مجالات؟ يعني الاشعه تمام، في المختبرات، في الرعايه التنفسيه، في البصريات، في استعاضه الاسنان. في البصريات اللي هو بيكشف النظر؟ لا، امال ايه اللي هو الدكتور يا جماعه يطبق اللي الطبيب هو الطبيب بيكشف، هو اللي بيعمل العمليات الجراحيه وبيحول اخصائي البصريات باقي الشغل من عدسات، من اللي هو يعني انا مش متخصص في البصريات قوي عشان اقدر ابقى ملم. تخصص ايه؟ انا مختبرات طبيه يا فندم. ماشي تمام. فهو بيبقى يعني زي العلاج الطبيعي كده، بينفذ الكلام اللي الدكتور بيعمله عشان يعني يسهل عليه العمليات الجراحيه. بيساعد يعني، بيساعد. ما هي احنا يعني في مجالات طبيه يعني مساعده يا فندم. سبورت للطبيب، الطبيب المعالج. مش زميلي يا فندم. يعني الطبيب لما ساب مهنته، هو دخل كليه الطب ليه؟ يعني حضرتك بتقولي ده درس 14 سنه. دخل ال 14 سنه ليه؟ مش عشان يخرج طبيب بشري متخصص في تخصصه بطنه، جراحه، نساء وتوليد، انف واذن. طب هو ساب التخصصات بتاعته، وفي العالم كله معروف الكلام ده بالميديكال والباراميديكال. تمام. الميديكال اللي هو الطب البشري، الباراميديكال هي التخصصات الطبيه المساعده. لما هو يسيب مجاله وينزل يشتغل في مجال غيره، تمام، يبقى بيحترم المنظومه اللي نزلها. يبقى اما بيجي يشتغل معايا في وظيفتي، انا اخصائي هو اخصائي، بنمشي في نفس نفس الطريق بتاعنا. اللي فهمته من الكلام دلوقتي انكم سبورت للطبيب، يعني انتوا بتساعدوا الطبيب. بالظبط. انا فندم بساعد طبيب النساء مثلا ان انا اعمل له التحاليل بتاع الست الحامل اللي بتيجي تعمل عندي تحاليل، عشان ابين له الحاله بتاعتها عامله ازاي، الحاله الصحيه، المتابعه الصحيه بتاعتها ماشيه ازاي. ده الطبيب المعالج. لكن انا ابقى مساعد لمساعد الطبيب، ما هو الطبيب البشري لما يشتغل في التحاليل تمام، ما هيبقى مساعد للطبيب المعالج، صح ولا احنا بنتكلم غلط؟ تمام. فانا هبقى مساعد له، انا بقى مساعد لمساعد الطبيب المعالج في انهي دوله فندم؟ احنا بنتكلم دلوقتي في كلام واضح وصريح في العالم كله، مش بنخترع حاجه، مش ذره، هي مش ذره في مصر عشان عاوزين علماء يخترعوها. ده مجال جبناه بورق وبلوائح وبكل حاجه، موجود في دول في الدول العربيه يا فندم. فلسطين يعني مش عاوزين نقول يعني كل شعب فلسطين له كل الاحترام، ولكن يعني بنقول على دوله محتله، لكن يعني المجالات دي بتطبق يا فندم بحذافيرها، وفي هناك ربط وظبط للمجالات دي. ليبيا يا فندم، السودان، الامارات، الكويت، السعوديه، بره نتكلم في اسبانيا، في كندا، في امريكا، في استراليا، نتكلم في دول يعني عظمى، احنا مش بنتكلم في دول صغيره. لما انا اطبق مجال زي ده يبقى لازم انت تحترم المجالات دي عشان اطورها. ومين المسؤول عن ده؟ الوزير، وزير التعليم العالي ووزير الصحه. طب هو فعلا كان القرار مفاجئ؟ لا طبعا يا فندم، تلاعب، مش قرار كان، ده تلاعب. طب ليه قبلوا بالدفعه الجديده وعملوا لهم ابلكيشن كده عشان يدخلوا؟ او كان معلش يعني بدون ما اقاطع حضرتك، ده المجلس الاعلى للجامعات في المظاهرات الاخيره اللي الطلبه كانت واقفه بيها بيطلع بيانه عشان يعرف الطلبه مسمى كلياتهم ايه. تمام. اكد الاستاذ الدكتور يوسف راشد امين المجلس الاعلى للجامعات والاستاذ الدكتور حسين خالد رئيس لجنه القطاع الطبي ان الدرجه التي تمنح هي درجه بكالوريوس العلوم الطبيه شعب التخصص، وان الوصف الوظيفي كما هو وارد من التنظيم والاداره طبقا لقرار رئيس الجهاز رقم 93 وهو اخصائي في شعب التخصص، وان سنه الامتياز اجباريه. نفس المجلس الاعلى للجامعات طلع قرار امبارح او اتسرب اللي هم مخبيينه من شهر 6 من 23/6 يظهر لنا امبارح، او لما الطلبه ضغطت على اعضاء هيئه التدريس في المنوفيه وعايزين يشوفوا القرار بعينيهم. لما كليات تقف يا فندم السنه دي، مين يحاسب على الكلام ده؟ انت بتهدم كيان كامل لحساب مين؟ مستقبل بيضيع كامل لحساب مين؟ احنا عاوزين نفهم الكلام ده. معالي الوزير طلع صرح في فيديو له على اليوم السابع، قال ان مفيش حاجه اتغيرت وان منتظرين تشكيل اللجنه اللي امر بها مجلس الوزراء عشان نشوف شأن الناس دي ايه، وان امر الناس دي كلهم قانوني
والفيديو موجود والناس كلها سمعته. انا عايز اعرف كمان موضوع ان هم يقبلوا الطلبه في التنسيق دلوقتي بعد ما لغوا الكليه، مش هم لغوا الكليه ليه اخذوا منهم 600 جنيه من كل الطلبه من البرنامج الخاص؟ ما هو ما كانش عامل، بص يا فندم في تضارب في القرارات. احنا بنتعامل مع ناس انا مش عارف هما بيورطوا الدوله، يعني هي نقابه الاطباء ورطت مسؤول الدوله وسابتهم. الوزير دلوقتي ولا عارف ياخد قراره، ونفوجئ برضو الكلام طالع من وزاره الصحه، لان وزاره الصحه المكلفه بتشكيل اللجنه اللي كانت المفروض تنظر الامر ده. نقابه الاطباء مش عاوزه تقعد في وجودنا، يعني هما عايزين يبقوا الحكم والجلاد في نفس الوقت لناس مظلومه في مصر تاخد حقها في دول العالم كله ومظلومين في بلدنا. انا بوجه استغاثه للرئيس عبد الفتاح السيسي، يا فندم في دولتك يعني مش عايزين بنقول بيتم اغتصاب حقوق ناس علني وبالقرارات الرسميه ومخالف القرارات. معالي الوزير بيستند لقرار مجلس الوزراء رقم 120، قرار مجلس الوزراء يا فندم واضح وصريح بيقول تغيير كليه العلوم الصحيه جامعه ميريت الخاصه. وما جينا نسالهم ايه جامعه ميريت الخاصه؟ قال لك لا دي كليه جديده هتبقى 3 سنوات وتطلع تقني زي العالم بره، وان مفيش مشكله. مصر بتتميز دلوقتي والناس اصحاب المجالات هم اللي هيشتغلوا. لكن نفوجئ ان اعضاء جامعه ميريت من نقابه اطباء سوهاج واصحاب الجامعه هم اللي بيتلاعبوا جوه مجلس الوزراء وبيغيروا القرارات، والوزير ياخد القرار ياخد في مجلس في المجلس الاعلى للجامعات. طب هل قانوني دخول النقابه؟ ده اللي انا عايز اعرفه، هل هو قانوني دخول نقابه الاطباء في الموضوع؟ من امتى نقابه الاطباء بتدخل في شغل الجامعات؟ احنا فندم بنرعى مصالح خريجينا وطلابنا في كلياتنا. يعني لما راح اتكلم عن كليتي اقول لهم اه والله احنا محتاجين نزود المناهج. طيب. دي محتاجين نرفع من شأن ده. طب عشان وقت البرنامج استاذ مسعد، تحب توجه رسالة لمين؟ اولا بوجه رسالتي للطلاب والخريجين، وبأسف للظلم الواقع عليهم في دولة المفروض ان هي تجيب حقهم، وبستغيث زي ما قلت حضرتك برئيس الجمهورية بقول يا فندم اولادك بيتظلموا، يا فندم حضرتك امرت بالتطوير، فين التطوير؟ فين التطوير في هدم منظومه كامله من 20 سنه؟ كليات منشاه من 20 سنه بيتم هدمها لرغبات معينه، عشان ايه؟ عاوزين سبب واحد نعرف يا فندم ليه بيتم غلق كليات العلوم الطبيه وتحويلها، عشان مين؟ عشان نقابه الاطباء بتقول ما ينفعش يبقى اخصائي، لغايه هم نفسهم يا فندم قالوا ان الخريج بتاعنا يبقى اخصائي بنفسهم. الرساله اللي موجهينها قالوا اخصائي علوم طبيه والعلوم الصحيه تبقى اخصائي علوم صحيه. طيب. يعني عشان الوقت يا استاذ مسعد، تحب توجه رساله لمين؟ لرئيس الجمهوريه طبعا، السيد عبد الفتاح السيسي، اغثنا من تدخل نقابه الاطباء فينا وفي شؤون المهن الطبيه المساعده، وانا بصفتي خريج من سنه 2009 ما خدتش حقوقي غير في سنه 2015 من ساعه ما طلع لي لقب اخصائي وبدات احس ان البلد بلدي واخد حقي فيها. اجي بعد من 2015 ل 2018 الاقي الكيان انهد، فدي حاجه ما ترضيش ربنا. بشكر حضوركم، بشكر الاخصائي مسعد حسن نقيب نقيب العلوم الطبيه، بشكرك. شكرا. وبشكر اخصائي احمد سامي عبد اللطيف، بشكرك. بشكر حضورك. هنشوف التقرير اللي كنا امبارح في نقابه العلوم الطبيه، نشوف شبابنا هناك، وبعد التقرير هيكون معانا عضو مجلس نقابه الاطباء دكتوره منى مينا. الجهاز المركزي للتنظيم والاداره قرار رقم 93 لسنه 2015 ان احنا اخصائي فرع التخصص بعد دراسه سنتين لمحتويات. يعني انتوا لما بتتخرجوا بتبقوا ايه؟ اخصائي. ايه المشكله بقى؟ ايه المشكله دلوقتي؟ دلوقتي فوجئنا السنه دي ان اسم الكليه اتشال من التنسيق. تمام؟ لا طبعا ما بيحصلش، ده غير وارد قانونا. ادي ده ايه؟ ترخيص مزاوله مهنه. تمام؟ ده ترخيص مزاولة مهنة صادر من
من وزارة الصحة ان احنا مكتوب فيه من غير الاطباء البشريين. يعني لما تيجي تاخدها بتبقى مش مكتوب فيها غير طبيب يعني. احنا مش اطباء، احنا مش عايزين نبقى اطباء، وعارفين داخلين الكليات دي وعارفين ان احنا مش دكاترة ومش اطباء، احنا عارفين ان الدكتور مصطلح الدكتور غير الفيزيشن. الفيزيشن هو الطبيب العادي اللي بتخش في اي حتة تلاقيه اللي هو الممارس، اما الدكتور هو اي حد بيحضر مثلا دكتوراه في اي مجال بقى، يعني مثلا في الاعلام في الصحافه في اي حاجه اللي بيحضر دكتوراه في حاجه اسمه دكتور. ده احنا مش دكاتره ومش اطباء، احنا اخصائيين في فرع تخصصي. ليه؟ لان انا اللي مزعلكم بدل اخصائي بقيت فني. ايوه ده غير كده بقى، دلوقتي ما بقاش اللعب في كده بس، اللعب كمان ان انا اتدخل بقى في اللوائح بتاعه الكليه واقلبها من طبيه لصحيه، عشان هم عارفين ان كليه علوم صحيه بره دي بتخرج تقني. تميت ونقابه الاطباء للوزير ان عايزين نغير اسم الفئه دي من مثلا اخصائي لمشرف طبي او تقني، ونغير اسم الكليه بتاعتهم من طبيه لصحيه عشان تمشي كلها مع بعض. انت حاسس ان كلمه اخصائي يعني او فني، انتوا قلتوا فني مش اخصائي، فني قليلي على السنين اللي انتوا بتدرسوها؟ ده طبيعي يا فندم، لان انا عندي زميلي والمعيد بتاعي كان في معهد فن صحي خد سنتين فحب يطور من نفسه جه خد كليه 5 سنين زياده. طب هو ده، طب انا خريج ثانويه عامه، هو فني اساسا، فني جاي ياخد 5 سنين دراسه وبيكمل بيهم، يفضل ايه؟ يفضل زي ما هو فني؟ المنطق دلوقتي يا فندم بيتكلم، احنا حاليا دوله بتبني نفسها، دوله واجهت مشاكل كبيره. معلش انا اسف، بس الكليه موجوده في كام، في الكليه دي موجوده في كام دوله؟ موجوده في كندا، موجوده في استراليا، موجوده في كل دول الخليج. بدي لازم اقول لحضرتك ان احنا دفعتي انا كانت 28 واحد مصري بس، والباقي جنسيات مختلفه طب ليه الجنسيات دي مقدره الكليه وجايين يدفعوا فيها رقم 5 أضعاف اللي الطالب المصري بيدفعه؟ عشان عارف مستقبله في بلده ايه. بلاش نتكلم عن الدول اللي فيها استقرار، خلينا نتكلم عن دوله زي فلسطين، الدوله المحتله. اخواتنا في دوله فلسطين عندهم نقابه اسمها نقابه الطب المخبري، اقوى نقابه طب مخبري في العالم العربي. احنا فين الكلام ده؟ يعني مش قادرين نبقى زي دوله محتله؟ مش قادرين ننظم الشغل في القطاع الطبي؟ هل ده منطق؟ عايزه تقولي ايه؟ تعالي قربي. هو حضرتك احنا داخلين الكليه موادنا اللي بندرسها مش يعني مش مواد فنيه خالص. انا مش بدرس مثلا عشان ابقى تكنيشن في الاخر، موادي مش مواد تكنيكيه اصلا. ان انا بدرس اناتومي فيسيولوجي هيستولوجي، ولما اتخصص بدرس مواد اللي اصلا لما بييجوا هم كدكاتره اطباء بشري يحضر ماجستير. يعني مثلا حد اتخصص كلينيكال باثولوجي هو كان طب بشري. انت حاسه ان ده ظلم ليكم؟ اه طبعا، لان اصلا دول العالم اصلا معترفه بكل بعلوم طبيه. احنا هنا في مصر طبعا تدمير اصلا، انت تغير من حاجه لحاجه، انت كده بتدمر الطالب، انت كده بتعمل ان هو بيسافر بره وبيكملش هنا مستوى الطالب تحت الصفر. طب اقول لكم يا جماعه، هو بعد اخصائي تقدروا تكملوا دراسه ودكاتره؟ بص يا فندم، حضرتك انا عايز اتكلم بس في نقطه الاول. انا طالب بجامعه بني سويف كليه العلوم الطبيه. دلوقتي ذنبهم ايه الناس اللي داخله؟ انت حضرتك عارفه ان الناس اللي داخله الكليات الحكوميه ديت بالفعل داخلين من 97% وداخلين من 96.5%. الناس دي ذنبها ايه؟ ان احلامها تحطم بعد ما انت وعدتها بكليه بتخرجوا اسمها علوم طبية مسماه اخصائي القسم بتاعه اللي هو داخل عليه، واهله ما يعني رسموا له حلم ان هو يدخل الكلية دي على المسمى دوت على السن، هو ما طالش مثلا طب بشري بس كان قدامه علاج طبيعي، كان قدامه اكتر من كلية علوم، كان قدامه بيطري، كان قدامه كليات قمة كلها موجودة، وحدد مستقبله ودخل كلية زي دي. انت دلوقتي تيجي بعد ما تيجي يدرس تيجي تقول لا انت هتخرج على علوم صحية وعلى مسمى فني ازاي؟ حضرتك دلوقتي بتقول ان انا مش همس الناس اللي هي موجودة كل جوه الناس ديت وبتطمن الناس لا حضرتك انت مش بتطمنهم، انت حضرتك معناه ايه ان انت تخرج ناس زي دي؟ يعني ايه بيطمنهم في ايه بالظبط؟ حضرتك في القرار اللي خارج بيقول لا مساس بالناس اللي موجوده حاليا بالكليات، هتخرج على الدفعات اللي موجوده دلوقتي هيبقى نفس المسمى، المسمى القديم. فايدته ايه لما تخرجوا على نفس المسمى اللي هو علوم طبيه؟ مش انتوا قلتوا ان هو اتلغى دلوقتي التنسيق، يعني من السنه الجايه ما فيش جامعه دي؟ المفروض بقى ان دلوقتي احنا فوجئنا بان وقف القبول بالكليات وعدم ادراج الكليات دي في التنسيق الحكومي. هل انت دلوقتي لما عملت القرار بتاع امبارح او النهارده الصبح ده ارضاء لنقابه الاطباء، هل هتقدر تقاوم الغضب اللي هيحصل من الخريجين
ومن طلبة ومن أولياء الأمور اللي دفعت الفلوس، احنا بنتكلم في 18 دفعة تخرجت، لو على أقل كل دفعة فيها 500 طالب، هل هتقدر تقاوم الغضب ده كله مقابل إرضائك من نقابة الأطباء أو لا؟ ده السؤال. أنا عايز أقول حاجة بس، يعني هو دلوقتي قال إن الناس اللي اتخرجت من الكلية مش هيتضروا في حاجة، يفضلوا أخصائيين، طب أنا هستفيد إيه؟ أنا دلوقتي أخصائي. انت معاكي ترخيص مزاولة اتنين بيقول انك اخصائي، روحي بقى بيه مستشفى كده عشان تشتغلي انت اخصائي. لا خلاص انا مش عايزك، انا عندي التقني اللي انا هعرف اشغله وافرض سيطرتي عليه اللي هو بيبقى سوري يعني معلوماته اقل بكتير. ما انتي ايام مش انتي لما كنتي اخصائية برضو لما تاخدي اخصائي قبل كده قبل ما ينزل القرار كنت بتشتغلي ولا هي كانت نفسها؟ كنت بشتغل، انا بشتغل. طب ايه اللي هيقلل؟ ما انتي هتكوني برضو اخصائي. ماشي بس انا دلوقتي شغاله فين؟ شغاله في معمل. اطلب منه ايه يعني؟ شباب ده اطلب منه ان هم يوفوا بوعودهم لينا ان احنا نكون طرف فعلا ويقعدوا الناس ونتفق على حل توافقي. ده مش هيحل النزاع على فكره خالص. لما كل الدفعات اللي فاتت ديت انا اقول لهم انا بحطم مستقبلكم، انا بحجمكم وهطلع بعد كده فئه تانية غيركم خالص على نفس مناهجكم وعلى نفس محتواكم، بس هديهم اسم تاني. طب ما انت موتت اللي قبلهم، فين التوافق اللي انت عملته يعني؟ طيب عايز توصل رساله ايه لسياده الرئيس؟ لو سمحت من فضلك احنا بنستغيث بيك، نرجو من سيادتك ان احنا بنامل في تطوير الشباب وتطوير المنظومه الصحيه. الكليه دي موجوده في كل الدول العربيه والاوروبيه بمسمى اخصائي ثالث في فرع التخصص. احنا مش داخلين على الاطباء ولا ان احنا بنأثر على الاطباء في اي مجال عمل ليهم. الاطباء ليهم شغلهم واحنا لينا شغلنا. طب ما حضرتك احنا عندنا قسم اجهزه، طب ليه ما تكلموش بخصوص قسم اجهزه رغم ان قسم اجهزه ده مهم جدا بالنسبه للمنظومه الصحيه. يا فندم احنا بنستغيث بحضرتك، بنستغيث بحضرتك. ورجعنا لحضراتكم تاني ومعانا عضو مجلس نقابه الاطباء دكتوره منى مينا. اهلا بك يا فندم. اهلا يا فندم. اهلا. دكتورة منى، صرخات من طلبة العلوم الطبية في تغيير المسمى وإلغاء الكلية، هل فعلا النقابة ليها دور في القرار ده؟ طب أولا أستاذ جهان أنا عايز أدي مقدمة صغيرة، جزء منها يتعلق بحضرتك شخصيا. تفضل. أنا عندي درجة من القلق وجالي قبل ما استجيب للدعوة للحضور للبرنامج كم رهيب من التحذيرات والمطالبة من زملائي الأطباء إن أنا مجيش. لأن حضرتك سجلت معاهم وخدتيهم مساحة واسعة والكلام ده من مبارح، مفكرتيش إنك تسجلي بدءا مع الطرف التاني. يعني الطرف التاني بنفسه عندي هنا، الطرف التاني بنفسه جزء منه. لأ أنا عضو حضرتك مش تمثلي لقابة الأطباء، حضرتك مش هتقطعيني بعد إذنك. مش عشان ده هيأكد لي التخوف اللي انا جايه بيه اللي انا جايه انفيه. اتفضل. انا طبعا عضو، اتشرف ان انا عضو مجلس نقابه الاطباء، ولكن انا مش كل نقابه الاطباء. حضرتك سجلت مع يجي 20 واحد بيتكلم وجايب صوت. كنت اتمنى ان يبقى الكفتين متوازنتين، انك تدي فرصه لشرح وجهه نظر، خصوصا وانها وجهه نظر اساسيه. ليه بقى؟ مش علشان في وصايه ولا مشابه، ولكن علشان في حكم محكمه دستوريه عليا بيتكلم على ان من دور النقابات المهنيه حمايه المهنه من تدخلات المتدخلين او الانتهاك. ده حكم محكمه دستوريه عليا. اوكي. فعلشان كده يعني انا كنت جاخده بتخوف، ولكن ان شاء الله هيبقى في اداره موضوعيه ومحايده للكلام تخلينا نقدر نوصل صوت حق. دي اولا. أول عشان ما ننساش. لا ارد على اول. هتديني فرصه ارد على اول عشان ما ننساش. هتديني فرصه اقعد الثلاث نقاط المبدئيه اللي انا هبتديها وبعد كده هسمع حضرتك ونتناقش. هو انتوا دايما كده بتحبوا تعرضوا وما بتحبوش تسمعوا خالص العرض اللي عندنا؟ العفو، في ساعه سبقتني اديت فيها مساحه عريضه جدا وحضرتك اتفضل. تعليقاتك كمان كنت متعاطفه معاهم، فانا هتعشم. لا بالعكس، انا موضوعيه جدا في الموضوع. انا هتعشم فعلا في اداره موضوعيه ومحايده. اتفضل. ماشي. تاني حاجه عايزه اوضحها، لان انا اتصل بيا كتير من امثال الشباب المحترمين اللي احنا بنسمعهم. اتصل بيا شباب وبيقولوا احنا ذنبنا ايه وانتوا ليه بتحاربونا. احنا مش بنحارب شباب ولا بنحارب كليه
ولا بنحارب مساعدين لينا وجزء من الفريق الطبي. بالعكس، نقابة الأطباء معروفة بدفاعها عن كامل أعضاء الفريق الطبي. نقابة الأطباء اتصدرت في شغل كتير أدى إلى صدور قانون 14 اللي هو رفع كل أجور الفريق الطبي تقريبا 3 أضعاف من الطبيب للممرضة، مرورا بأخصائي العلاج الطبيعي والفنيين وكل زملائنا والصيادلة وكل زملائنا. فنقابة الأطباء يعني هي النقابة الأم لكل الفريق الطبي، وعلاقتنا بهم علاقة أخوة وعلاقة احترام متبادل، وما قدرش غير ان احنا نشتغل سوا. فأنا مش ضد حد، وما احنا ضد ايه بدأتي بدء، احنا ضد الخلط بالمفاهيم اللي يؤدي لانتهاك المهنة، يؤدي لانتهاك المريض، يؤدي لانتهاك المواطن. فاحنا محناش مع الأطباء، طبعا لازم نكون مع زملائنا، ولكن المشكلة مش بمعنى أطباء. إيه انتهاك؟ بمعنى انتهاك يا أستاذ؟ هشرح لحضرتك تماما. إحنا مش مع أطباء ضد فنيين أو ضد تقنيين أو ضد من يسموا نفسهم أخصائي كذا. بمعنى انتهاك؟ انتهاك المواطن. حضرتك بتقولي انتهاك المواطن؟ انتهاك المواطن طبعا. بمعنى إيه؟ بمعنى إيه حضرتك؟ دلوقتي الكلية بتخرج مفروض أخصائي عناية مركزة وتخدير. ماشي، اخصائي عظام، اخصائي تحاليل واشعه، اخصائي مختبرات، اخصائي حاجات مختلفه كتير. والكرنيات اللي بتطلع دكتور اخصائي كذا، دي الكرنيات اللي بتديها الكليه. ماشي، انا بسال المواطن، بسال حضرتك وبسال اساسا المواطن. حضرتك لو لقيت وانت في مستشفى حد حاطط الاي دي بتاعه، بطاقه التعريف بتاعته، ماشي، مكتوب عليه اخصائي تخدير، وده اللي هيخدر والدتك او والدك في عمليه او ابنك، حضرتك هتبقى مطمن ان ده دكتور واخصائي فرع التخصص، ولا عارف انه مش دكتور، انه مهنه مساعده واخد اسم دكتور؟ تمام جدا. 18 سنه حضرتك، معلش نقطه نقطه عشان ما تنساش يا دكتور، اسمح لي. اصل حضرتك مش معقول هتقولي كله ومع لحظه واحده. لا طبعا، يعني حضرتك لحظه بس على حاجه عشان ما تنساش. ما تنافسيش. 18 سنه بعد اذنك، بعد 18 سنه الكليه دي موجوده، صح؟ صح. النهارده فاكرين مين اللي اداهم التخصص ده ومين اللي سمح لهم ان هم يمارسوا المهنة؟ نتكلم ليه بقى؟ ايوه دي اللي انا عايزه اقرا. نتكلم ليه. هذه الكليات نشأت بدءا ككليات خاصه في جامعتين كبار، جامعه مصر علوم التكنولوجيا وجامعه 6 اكتوبر. جامعه مصر علوم التكنولوجيا حتى الان خريجها اسمه تقني، ولما عملوا مظاهرات وقالوا احنا مش تقنيين، خرجت لهم العميده قالت لهم انتوا تقنيين، انتوا داخلين الكليه على هذا الاساس. ولحد النهارده اي حد من الساده المشاهدين يجيب الرابط بتاع مصر علوم التكنولوجيا ويشوف، بتخرج تقني في فرع التخصص. خلاص، بعد كده دخلت جامعه 6 اكتوبر. جامعه 6 اكتوبر هي اللي ابتدت تتلاعب بالمسميات. ماشي، علشان كده السنه دي لما توقف التنسيق لكل الكليات، ما توقفش لمصر علوم التكنولوجيا، لان خريجها خارج هذه الديلمه ومحاوله خلط المفاهيم. ثانيه واحده، كل ده كان كليات خاصه، والكليات الخاصه الجهاز المركزي ما بيديهاش تصنيف. الجهاز مش المركزي حكوميه يا دكتور، صح؟ لا مش حكوميه، يعني كل العلوم الطبيه لحد 2014 ابتدت تتعامل جامعه بني سويف كليه العلوم الصحيه التطبيقيه. ممكن يا جماعه يعمل زوم ان، ادي اللائحه بتاعتها، ادي ختم النسر سنه 2014 اسمها جامعه بني سويف كليه العلوم الصحيه التطبيقيه، دي اللائحه بتاعتها. واللائحه بتاعتها بتتكلم على انها بتخرج متخصص مساعد طبيب، والفلات بتاعته يعمل مع الاجهزه الطبيه. اهي الحاجات احنا نقدر نصورها وننزلها على الشاشه، نقدر نقرب من الشاشه اهو، متخصص مساعد طبيب، يعني الكلام على اللي احنا دخلنا الكليه وهي كده، هذا الكلام غير حقيقي. وانا سمعت كلام كتير في تطاول، ونقابه الاطباء بتضلل. الحقيقه ان الكلام الذي يجافي الحقيقه هو لتضليل. ادي اللائحه بتاعت اول كليه حكوميه تنشا. حضرتك بتقولي اساسا مع الاجهزه هم ما نافوش ده، اسمحي لي اكمل النقطه اللي عايزه اشرحها. حضرتك قلتي لي ليه سكتي او ليه النقابه سكتت 16 سنه. اولا احنا في النقابه مش عمرنا 16 سنه. طب اسمحي لي الكلام ده ينقل التليفون ده. لا اسمحي لي اخلص نقطه حضرتك، لازم اخلص. انت بتساليني سؤال يا استاذتي العزيزه، اسمحي لي بس. حضرتك بتساليني سؤال لازم اكمل
اسمع واسكت يعني. لا لا يعني حضرتك بس اخلص السؤال تكلمي وانا معلش اتفضلي معلش يا ضيفنا العزيز خلوا ضيفنا العزيز ينتظر دقيقتين دكتور حسن منصور بس على عيني وعلى راسي رئيس على عيني وعلى راسي معلش المداخله ما اقدرش اخليها حضرتك معايا هو معايا التليفون اتفضل الو الو ايوه يا فندم مساء الخير ايوه مساء النور يا فندم يا اهلا بحضرتك الو الو ايوه يا فندم ايوه يا فندم عايزين نعرف من حضرتك ايه مشكله طلبه علوم طبيه عندكم اولا انا ما اعرفش يعني مين اللي قاعد مع حضرتك على معانا دكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة الأطباء يا فندم ولكن طلبت طلبت كل علوم طبية كانوا عاملين شكوى بأن اتغير المسمى واتلغت كلية علوم طبية هو ده كلام مش مظبوط حضرتك خالص أولا لازم نبقى كلنا عارفين أن خريجي هذه الكلية ده مطلب من القيادة السياسية وده مطلب ما افتكرش برضه الدكتورة منى هتبقى متفقة معايا فيه ان احنا المنظومة الصحية محتاجين الى هؤلاء الخريجين واحنا يمكن جامعة بني سويف هي اول جامعة انشأت هذه الكلية كجامعة حكومية لكن هي كانت منشأة قبل كده بجامعات خاصة وده من وعي الجامعة ان هذه التخصصات او لغة الخريجين محتاجينهم احتياج شديد في المنظومه الصحيه. مفيش خلاف من اي جهه على هذا. تمام. كنت حضرتك بتقولي ان الكليه اتلغت، لا ده ما حصلش. ده قرار من الوزير، قرار من اتلغت من التنسيق اصلا. ما اتلغت بجنب الكليه، ما حصلش قبول للطلاب هذا العام وده لمصلحه الطلبه. وإعادة الدراسة لأن في دلوقتي زي ما حضرتك شايفة في الطلبة في خلاف على المسمى وفي خلاف على مسمى الكلية فلازم أنا بتكلم بصفتي كرئيس جامعة لكن أنا في الأصل طبيب أنا أستاذ عيوني يعني طبيب في احتياج المنظومة الصحية اليوم إزاي اولا الطلبه دول اولادنا واحنا من حقنا ان احنا او من حقهم علينا ان احنا نامن ونحافظ على مستقبلهم نطمنهم ازاي يا دكتور نطمنهم ازاي نطمن عايزين نطمن الطلبه اخواتنا واولادنا الطلبه اللي موجودين دلوقتي في الكليه لا مساس بهم اطلاقا على ما دخلوا عليه طب وتغيير المسمى من 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 اخصائي لمشرف احنا كجامعه وجزء اقليمي جزء اكاديمي احنا منوطين بمنح درجه البكالوريوس فقط والتدريب والتعليم وتحديد المناهج المسمى الموجود يبقى بيبقى بين وزاره الصحه وبين تنظيم الاداره وبين نقابه الاطباء العلوم الصحيه اللي هي النقابه ده بيبقى يعني حاجه بين الثلاثه الجامعه والمجلس الاعلى للجامعات ملوش علاقه بالمسمى الوظيفي اشكرك شكرا لحضرتك اشكرك شكرا جزيلا شكرا طيب تعليق سريع اتفضل احنا مش بنغير مسمى كليات العلوم الطبيه الى صحيه احنا بنرجع المسمى لاصله هذا هو اصل المسمى اهو ودي جامعه المنوفيه لائحه كليه العلوم الصحيه التطبيقيه جامعه المنوفيه واخده لائحه جامعه بني سويف الكلام ده حضرتك انا نفسي بس زوم يقرب عشان يشوف ختم النسر عليه الكلام وده الاول كليه حكوميه انشات سنه 1914 اللي هي في بني سويف تاني كليه حكوميه انشات 1915 قرر السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1399 لسنه 2015 ماشي طيب معلش خلاص بليز ما انتي كل نقطه نتكلم فيها وما ينفعش حضرتك تتكلمي يعني طول الوقت معلش حضرتك مش تسكتي حضرتك انا لسه ببتدي اشرح الموضوع بيجيلي مقاطعه من المداخله فاديني فرصه بس اشرح ليه الموضوع كلية حكوميه مهم لان الجهاز المركزي للتنظيم والاداره لما بيطلع اي توصيف ما بيطلعهوش على كليه خاصه ولكن بيطلعه اساسا على الكليه الحكوميه والكليه الخاصه بتقاس على الكليه الحكوميه المناظره لها فلحد النهارده لم يكن لحد النهارده لسه
اول دفعه هم دخلوا 2014، اول دفعه من علوم صحيه تطبيقيه اللي دخلت كعلوم صحيه بتتخرج السنه دي، لسه ما وضتش الامتياز. فحكايه ان احنا عندنا مسمى بكذا ده ليس له موضع من الاعراب. اول دفعه يتعمل هيتعمل لها توصيف وظيفي بعد ما تخلص نتيجتها تظهر، اللي هي امتحنت السنه دي اللي هي في 2018 امتحنت ولسه هتمضي الامتياز ويطلع لها المسمى الوظيفي. فاحنا لسه مش احنا الحقيقه مش بنرجع حد اخد حاجه لوضع تاني، احنا بنرجع الامور لاصلها. طب الموضوع اتغير ده مش التسميه، معلش يا دكتور مش ده يعني هو دلوقتي اخصائي ومشرف مش بيقوم بنفس المهام؟ طيب مش ظلم انه اللي عايز يحضر دكتوراه او يكمل دراسه لو خد مشرف مش هيقدر؟ مين قال حضرتك دي برضه معلومه؟ دي معلومه خاطئه. هم كلموا دلوقتي معلومه خاطئه. مشرفات التمريض اللي هم خريجات تمريض عالي كليات التمريض بنات في منتهى الاحترام ومنتهى التميز بيحضروا ماجستير ودكتوراه وبيبقى اسمها برضه ممرضه. طب ايه المشكله عند حضرتك ولا المشرف؟ احنا دلوقتي اولا موضوع ظلم وهيدمروا مستقبلنا وكده ليه علاقه الفكره دي ليها علاقه بان في حاجه اسمها كليات قمه وكليات غير قمه. انا شخصيا 97% ما مش انا قمة. طبيبه ودخلت بحوالي 99%، وانا ضد فكره كليات قمه للطب او للهندسه او للصيدله او لغيرها. القمه هي ان تكون قمه في مجالك في تخصصك. كلام على ان انا يبقى اسمي اخصائي علشان دخلت بمجموع عالي ده كلام الحقيقه ليس له معنى من موضع من الاعراب. ليه احنا ضد مسمى اخصائي؟ ليه بس؟ انا بسال السؤال ده لمشاهدينا اللي بيشاهدونا. حضرتك لو رحت معمل، لو رحت مستشفى ولقيت اللي هيخدر والدتك او والدك، لو رحت مركز عظام ولقيت حد كاتب اخصائي عظام كذا، هتعتقد ان ده طبيب متخصص ولا هتعتقد ان ده خريج كليه 4 سنين؟ اعتقد ولا هو من حقه يشخصني او يكشف عليا؟ اسمعيني بس، معلش يا جماعه اسمعيني. لا النقطه دي مهمه بس عايزه اكلم الدكتور، معلش الحته دي مهمه. ايوه. هل مكتوب اخصائي بعيد عن الاخصائي اللي بتاخدوها في 14 سنه أيه. اخصائي اللي هم متخرجين من 5 سنين هل يحق لي يكشف عليا؟ طب حضرتك تعرفي الطب في مصر او مش الطب، الممارسه الطبيه في الشارع ماشيه ازاي؟ حضرتك تعرفي ان في فنيين فاتحين مراكز وشغالين فنيين، وفي ناس مش فنيين خالص وجايبين فنيين يشتغلوا، وفي دكاتره وماشيين بالذراع، وفي دكاتره. يعني قصدي حضرتك قصدي ان انفلات الممارسه الطبيه وعدم وجود اشراف كافي حاجه ملحوظه ومش محتاجه ابرهن عليها. انا بساعده وفي ظواهر كتيره قوي غلط، لكن احنا ضده ايه؟ ان احنا نقنن هذا الغلط. في ناس كتيره، في على فكره طلبه، في طلبه فشلوا في كليه الطب ما عرفوش يكملوا كليه الطب وفاتحين عيادات وشغالين في الارياف للاسف. ماشي. اللي احنا يعني انا طبعا مش مع ده، ومع ان العيادات دي لازم تتقفل واللي يعمل كده لازم يتقدم للمحاكمه ولازم يتحاكم. اللي انا خايفه منه ايه؟ ان احنا ندي اول نقابه الاطباء مهتمه بيه، وهذا مش تدخل، هذا صميم شغلها بحكم محكمه دستوريه عليا بس طالما المهنه من الدخلاء. ان اي مواطن ده مساعد ليكم مش دخيل يا دكتور. اسمعيني بس، من ضمن مساعدكم يا جماعه حد يجيب صور المظاهرات اللي كانوا عاملينها مظاهرات في بني سويف، يطلبوا يشوفوا ونعمل اشراف الطبي يا استاذه. بعد اذنك استاذتي العزيزه بيطلبوا، لا معلش اكمل الجمله دي بعد اذنك. المظاهرات بيتكلموا على نعم الاشراف الطبي. دكتور محمد بسيوني انت بتعدي بتقاطعيني يا استاذ، انت عايزه الحلقه كلها بحضرتك ومش عايزه تسمعي حاجه. لا يعني انا بقول بيشخص الاخصائي، بيشخص حضرتك الاخصائي هيشتغل بدون اشراف طبي، بيكشف عليا، بيخدر، بيعالج، بيعمل عمليات عظام. ممكن لو سبت الكلام ده سبتي ايه حضرتك؟ ده في تحليلي بيكتب، انا مش رخيص للتحليل، انا بيحلل يا دكتور. انا لما حضرتك يا ولا استاذتي العزيزه انا بطرح الموضوع يا استاذتي العزيزه بمعنى بما يرضي الله، مش هقول لك ان انا موضوعيه بس، وانا عايزه اسال حضرتك هل الاخصائي بيكشف عليا؟ الاخصائي بيشخص تحليل، الاخصائي بيخدر، الاخصائي ممكن يتصرف في حاجه عظام، حاجه زي ايه؟ الاخصائي ممكن يعمل عمليات ليزك، معانا اخصائي بصريات ممكن يعمل عمليات ليزك. حضرتك ايوه تحطي نفسك في حاجه في منتهى الخطوره. اتفضل. الو. ايوه يا فندم مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اتفضل. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. والله احنا يعني بنشكر حضرتك على البرنامج الجميل دوت. اشكرك. وبنشكر يعني ان انتوا عايزين توصلوا الحقيقه للناس ومهتمين، لان فعلا
الاعلام في الفتره الاخيره احنا ضغطنا جامد عشان نظهر اعلاميا، لكن للاسف كنا محتاجين ان الناس تعرف يعني ايه هي كليه العلوم الطبيه. وطبعا مقابل الاطباء احنا بنشكرها لانها فعلا عملت اللي احنا لينا 10 سنين عايزين نعمله. احنا عايزين نوصل للناس. الكليه انشات من سنه 96 وطبعا هم ضاغطين على الخريجين علشان مش يبقى لهم اي صوت ولا اي نفس. طبعا اللي كان بيخش الكليات دي كان ناس اهاليهم مسافره بره البلد وعارفه قيمه الكليات والوضع العالمي ليها. تمام، كل ده معروض. حضرتك عايز توصل معلومه ايه؟ اتفضل حضرتك. معلش انا اسف عشان وقت البرنامج، اتفضل يا فندم. انا عايز اوصل معلومه ان احنا طبعا لقب اخصائي ده ما خدناهوش كده وخلاص. لقب اخصائي ده خدناه بناء على قرارات وزاريه وبناء على اجتماعات مع لجان ومع رؤساء القطاعات في الوزاره، الناس المحترمين هو رؤساء المعامل المركزيه ورؤساء الاداره المركزيه. بعتذر لحضرتك عشان وقت البرنامج، نخلص مع الدكتوره. شكرا لحضرتك. انا عندي حاجتين، انا عندي قرارين. انا عندي قرارين مختلفين لما اعرف بعد اذن. طيب انا عندي قرارين يا دكتور. معلش عشان ده في سؤال. حضرتك اديتي مساحه قد ايه لخريجي ما يسمى بالعلوم الطبيه؟ بمناسبه انت قلتي لي ما تجاوبيش في الاول، ان انا جبتهم النقيب زي ما حضرتك نقيبه، اما الطلبه فدول اولادنا وما لهمش سلطه في حاجه، فده صوت. لكن المسؤولين اللي طيب ما جبناش ليه؟ ما جبناش ليه؟ لا حضرتك اسمعيني بس. ما جبناش ليه طلبه كليه الطب؟ ما جبناش ليه اطباء عاديين؟ ما جبناش. اسمحي لي بس. وحضرتك انت جايبه انت جبتي من يسمى، هي ما فيش نقابه رسميه ولا حاجه، بس ما علينا، بيعبر عن صوت مشكله. من يسمى نقيب اخصائي العلوم الطبيه وداخل دلوقتي من يسمى امينهم، وجايبه وبعد رغم ان هم اخذوا اكتر من ساعه الا ربع، وفي الربع ساعه بتاعتي برضو بيدخل مداخله ليه؟ انا عايزه بس اعرف. عايزين نجيب طلبه جامعه. انا عايزه اعرض قرار حضراتكم. عايزين اجيب الاطباء ليه في الموضوع؟ هو ايه مش حضرتك بتسمعي اكتر من صوت علشان يحكوا لك على لما بيبقى فيه فنيين او تقنيين شغالين اطباء بتعمل مشاكل قد ايه؟ انا النهارده مش هفتح موضوع. انا عايزه اتكلم، مش هتكلم في موضوع المستشفيات الخاصه والحكوميه وجرائم الاطباء بعض الاطباء مع المواطنين. حضرتك بتقولي ان ممكن دول يعملوا، لا ده في اطباء واخدين دكتوراه ودكتور وخريج ومعنى كده ان انا ادقق اكتر في الممارسه، ولا ان انا احط تايتل احط عنوان ممكن يؤدي لمزيد من الخلط ومزيد من المشاكل؟ مفيش ممارسه امنه 100%، واي مخطئ لازم يتحاسب. لكن لما يبقى عندي انفلات ومشاكل احاول بقى الم نفسي واخلي مفيش لبس عند المواطن. انا عندي الاخر فاهم يا فندم، انا عندي عزيمه. مين قال ان ايه مظاهراتهم يا سيدتي العزيزه اللي كانت في بني سويف؟ ده مساعد يا سيدتي بتقطعيني، ما يصحش. مظاهراتهم كانت رافعه لافتات لا الاشراف الطبي، عايز يشتغل من غير اشراف طبي. حضرتك بتقولي هيشخص، اللي بيشوف اللي بيحلل اي حد، لكن اللي بيكتب تشخيص التحليل في التحليل في الاخر حاجه اسمها دايجنوزس او الكونكلوجن او الراي النهائي. افتكر ان ده لازم افتكر ان هم انا عايز اعرض قرار لا لازم تخشي اي مكان وهم بيشرفوا عليه. حضرتك هو مساعد يا سيدتي العزيزه، هم رافعين شعار لا للاشراف الطبي، دي حاجة أساسية عندهم. هم عايزين يشتغلوا لوحدهم علشان، وهذا هو طريق انتحال صفة الطبيب باختصار. أنا عايزة أعرض حاجة علشان الأستاذ اللي كان قبلي أستاذ مسعد كان بيتكلم على إنه بيستغيث برئيس الجمهورية. ده قرار رئيس الجمهورية رقم 322 سنة 2018 ماشي، يستبدل بنص المادة 7 المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية 147 سنة 2007 المشار إليه، النص الآتي: كليات العلوم الصحية الطبية. دي كلية علوم طبية بتتصحح أوضاعها لكلية علوم صحية طبية. طبعا ده غير قرار رئيس مجلس الوزراء بجلسته 120 لسنة 2018 اللي بيتكلم على تحويل كل الجامعات، كليات في الجامعات المصرية خاصة أو حكومية، يعني إلا كليات علوم صحية. أنا عايزة بس سؤال أخير، بس سؤال أخير عشان خلاص بنيجي الطلبة. هل حضرتك ضميرك مستريح من القرار ده، تحويل من أخصائي لمشرف؟ بس يا أستاذ بس هو ده كامل سؤال. كامل الاحترام لكل زملائنا في المهنة الطبية، ما نقدرش نشتغل من غيرهم، ولكن كل واحد لازم يشتغل في حدوده. ان حد دارس 4 سنين طب ماما يتسمى دكتور اخصائي زي ما معايا اهي صور كارنيهات. دكتور اخصائي اهو يا استاذتي العزيزه، هوريكي الكارنيهات اهو،
بيسمي اسمه اهو عايز الموضوع نفسه للمستنيين دكتور استشاري تحاليل طبيه دكتور استشاري تحليل طبيه في دكتور اخصائي ودكتور استشاري لفظ دكتور اخصائي او دكتور استشاري هو تضليل وانتحال صفه يعاقب عليها القانون قانون مزاوله عندك دكتوره يا فندم يا سيدتي العزيزة خريجين هذه الكليات أول ما يخرجوا بدوا لنفسهم كرنيهات دكتور أخصائي بعد 4-5 سنين بيرقوا نفسهم دكتور استشاري. المواطن العادي مش هقول المواطن البسيط هقول المواطن العادي يا رب يبقى دكتور مهندس ويلاقي يعني اي تعليم عالي دكتور مهنا هيحصل ايه عضو مجلس النقابة شكرا لحضورك شرفتينا معلش عشان وقت البرنامج هنتفرج على نشوف مع بعض الفيديو ده ونرجع مره تاني اسمح كان نفسي اقابل الرئيس ونفسي امي تطلع عشان يعني ابقى قاعد مستريح وانا طول ما انا جوه كده انا مش مستريح عايز اقابل الرئيس كل ده في ايد ربنا وفي ايد عبد الفتاح السيسي رئيس بلدنا وانا نفسي اقابله عشان اقول له اللي جوايا اقول لنفسي امي تطلع مش بس كل بقى بإيد ربنا انا طلعت فوق كنت هرمي نفسي الدور السابع على الرمل بس قلت حرام هرمي نفسي هي كده طالعه اقول حرام وبقيت اكبت على نفسي مش عايز اشيل هم بقيت اكبت على نفسي عشان اقول خلاص هتطلع بكره تطلع واروح مستقبلي واروح مدرستي العيال بتعيرني تقول لي يا امك حراميه انا امي مش حراميه انا امي سرقت عشان تتجوز بنتها وتسطرها وتخليها احلى بنت في الدنيا خلاص بقى كل ده بايد ربنا وايد عبد الفتاح السيسي. معانا عم هاني صاحب المشكله. الو الو استاذ جيان اهلا بيك يا عم هاني اتفضل. ايه المشكله يا عم هاني بسرعه بس اتفضل بسرعه. دلوقتي بحضرتك انا مراتي شغاله عند المستشار ست سنين حضرتك فبالتالي كانت عايزه تخش باي طريقه حضرتك فاهمه يعني كانت في مشكله ان الناس تخش بالتالي تخش فمدت ايديها وقالت انا اعترفت مدت ايديا خلاص اتحبست اخر السنتين ولا راضي يطلعها في العفو بتاع العيد ولا راضي تاكلها بقى لها 14 شهر تمام ابني طلع الدور السابع قسما بالله العظيم كان هيرمي نفسه من فوق الولد الصغير اللي عنده الفيديو اللي نفسه يقابل الرئيس وبنتي لقيتها دخلت عليها لقيتها ماسكه موز بتاكل عشريان ايديها من بيتنا غير امي بتبهدل بعت لها عفش البيت كله بسبب الكروم بعت لها سبب الزياده. طب عم هاني طب اوكي مش طلع العفو من سياده الرئيس؟ ليه ما طلعتش؟ لا لانه وعين مع مستشار جامد حضرتك عشان ايه؟ وعين مع مستشار جامد احنا يعني ايه مستشار جامد؟ يعني ايه مستشار جامد؟ حاجه واصله وبعدين هي خلاص انا خدت عشان خدت بيتي ماشي يا عم هاني ماشي يا عم هاني معلش عشان وقت البرنامج طبعا بنوصل للمسؤولين وسياده الرئيس رساله عم هاني سياده الرئيس عمل عفو فليه ما بتطلعش معلش سريعا بقى جات لنا شكاوي المره اللي فاتت جت سيده بتشتكي ان في واحده اسمها فرنسا بتبيع مخدرات وتوزعها في منطقه ميت عقبه صح فاتاكدنا من الموضوع وهي اسمها الحقيقي هاله وبتبيع المخدرات في عيش وفعلا تم تبليغ اسم العجوزه وفي واحده تاني اتبلغ برضو عن طريق الرسائل اللي جات لنا ان في واحده اسمها اداره في امبابه وتم تبليغ اسم امبابه. حاجه تانية مهمه جدا سيده تطالب المساعده في العلاج مش طالبه مساعده ماديه لا هي عايزه دكتور اعصاب ودكتور عظام فارجو من الدكاتره المحترمين ان حد يتبنى حالتها لانها فعلا تعبانه ورقمها معانا وهتلاقوه مع الاعداد. سيده زوجها كان عمده اسمه عبد اللطيف محمود وتوفى تبع قريه قاصف مركز ميت غمر ومحافظه التقاليه. الشكوى بتقول ان كان في غرفه للغفر في البيت وبعد ما توفى الزوج اللي هو العمده يعني المفروض الغفر دول يمشوا ليه قاعدين في البيت لغايه دلوقتي؟ طبعا هي متضايقه ومستاءة جدا من الموضوع. يا ريت احنا كلمنا وزاره رميتها على الوزاره الثانيه ومؤسسه ورميتها على المؤسسه الثانيه يا ريت
يا ريت هي مالها ذنب في الكلام ده كله، حد يوضح لي مين المسؤول او اكلم اي جهه او اي مؤسسه. هو الزوج توفى او العمده توفى، ليه قاعدين معاها؟ اني مصرف اتحليت مصرف المنيا. اسم الايه مشكلة المنيا اللي معرضناها المرة اللي فاتت اتحلت، واللي حلها رئيس رئيس بني مزار، مركز بني مزار، الاستاذ اسماعيل الفحام. دي خلصت بتاعت اسماعيليه. الاعداد اللي بيكلمني لانه هو اللي اتواصل. طبعا في شكوى خطيره جدا دلوقتي من المواطن كريم عبد الحليم من حي شرابيه محافظه القاهره. بنته الصغيره اتصابت بسرطان نتيجه لوجود ورشه مجاوره للمنزل، لان الورشه دي بتستخدم الدوكو، وورشه كمان بتستخدم التنر بكثافه يعني، وده ادى لاصابه الطفله بالسرطان، والاثنين بيشتغلوا بدون ترخيص. هو كل اللي طالبينه عايزين يستنشقوا هواء نقي. معانا حد؟ معانا اللواء شاكر محمد رئيس حي الشرابيه. طب سياده اللواء محتاجين حل للمشكله دي، مش كفايه اصابه البنت بالسرطان، هم مش طالبين حاجه يعني. هم لو يقدروا يعزلوا او معاهم كانوا مشوا، ده هم طالبين كل الحكايه شويه هواء نظيف. طب معلش بس اخر حاجه كل اللي تبعت لي على موضوع ذوي الاحتياجات الخاصه، استاذ محمد عاطف عنده مرض ومرض مناعي وشايل الطحال وهو طالب مساعده، واستاذ هاني وطالب معاش من التامينات. استاذ هاني محمد كان مقدم على شقه وادوله شقه في الدور الخامس. طبعا اي حاجه بتخص اخواتنا ذوي الاحتياجات الخاصه اكد علينا. هنا فين في مشكله ايه تاني؟ اكد علينا الدكتور محمد العقب المتحدث الرسمي لوزاره التضامن، اكد ان اي شكوى بتخص ذوي الاحتياجات الخاصه بيتواصل مع الاعداد وبتتحل فورا. ده كلام عن منه. اخر حاجه وخلاص طريق، عشان المشكله دي اتصلوا كذا، طريق اسمه ايه ده النوفة فقوس، بيسموه طريق الموت لان قرايبهم بيموتوا هناك، وان الطريق ده بيعدي عليه طلبه وموظفين. اتكلمنا مع المهندس احمد عابد رئيس الهيئه العامه للطرق والكباري في محافظه الشرقيه، بصراحه كان متعاون معانا جدا، واكد ان هو هيحل المشكله دي، واكد ان في ميزانيه محدده موجوده لتصليح اي طريق في الشرقيه. المستند موجود اهو، بس طبعا مش هتبقى من يوم وليله يعني. هو بصراحه كان التعاون وكان مستجيب جدا. ماشي يا جماعة. طبعا اي مشكلة او اي شكوى او حاجة عايزين تعرفوها او تبعتهولنا، انا طبعا موجودين، بس تابعونا على صفحة البرنامج، ابعتولي على صفحة البرنامج. مش شفتوا ريقي؟ بسرعة بسرعة كده. صفحة البرنامج اللي موجودة معاكم على الشاشة دلوقتي. تمام. وبشكر حضراتكم ونشوفكم الاسبوع الجاي. تحياتي جيهان عفيفي.